كيفية الحفاظ على البشرة وترميم هذه البشرة هذه بعد فصل الصيف. شفنا التقشير ضرورة باش نحيدوا داك الشوائب والترسبات اللي كاينة في البشرة ديالنا، وأيضا استعمال المواد المضادة للأكسدة من الخضر والفواكه في الوصفات باش نرجعوا للبشرة ديالنا النضارة. شفنا ماسكات ضد البقع اللي كيخلفها لنا فصل الصيف، وأيضا ماسكات باش نرمموا البشرة ديالنا. غنواصلوا مع السيدة مالكة مناصف، خبيرة تجميل بمدينة رباط. السيدة مالكة صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا مريكا. جميل، شكرا. نعم، تفضلي، شنو غنشوفوا اليوم مع مريكا؟ اليوم غادي نشوفوا المزايا ديال الشوكولاتة بالنسبه لترميم البشره. نعم، فناخذوا يمكن نستعملوا، لان فيه بزاف ديال البوليفينول. البوليفينول هذه من التحتيه كذلك كتخلي ضد التجاعيد وكتخلي البشره تتقاوم يعني هذاك النشوفيه ديال البشره. والاحسن ماسك ولا تناخذوا طريفات ديال هذا ديال الشوكولات، تناخذوا مثلا 4 أو 6 ديال الكروت على حسب ان كل شوكولات وكيفاش كيعملوه، كاين طرافو كبار كاين طرافو صغار. واخا يكون سكري واخا يكون حلو. لا حلو، واخا حلو كاين حلو، انا غادي نعتبر الصخره ديال هذاك اللي مشكل، ولكن ماشي مشكل. علاش هذاك اللي ماشي اللي ناشف خالي من الزبده يعني من المواد الدهنيه اللي تيكون بالكاريات مزيان بالنسبه للبشره اللي ناشفه بزاف. كنعملوا 4 أو 6 ديال الكاريات ديال الشوكولات، تنذوبوهم مع معلقه ديال زيت اللوز او زيت ارغان او زيت من الزيوت، تنسخنوا الزيتيه الاولى كنرمو حيزه من العافيه وتنرمو فيها دوك الطرف ديال الشوكولات كيذوبوا دغيا وتنحركوهم. يمكننا نديرو هكذا طبيعي غير مع الزيت ويتدهن إلا كانت البشرة ناشفة. نعم. ولا تنعملو معلقة ديال تنديرو فيهم معلقة ديال الزيت وتنزيدو فيهم معلقة ديال الحامض صغيرة بالنسبة للبشرة اللي هي ميدة ما بغاتش دير الشوكولاتة، خص ضروري معلقة ديال الحامض لأن الحامض مزيان بزاف هو كذلك لما تيتخلط معاه كيعطي نتيجة مزيانة، منها تيسد المسام منها تيرطب تيحيد البشرة هذوك القشور اللي فيها، وفي نفس الوقت فيه البوليفينول وفيه الزبدة ديال الكاكاو بسبب الفيتامينات. يعني الحامض بالنسبة للناس اللي عندهم البشرة ناشفة مريكا ياك؟ لا ماشي ناشفة، ميدمة. ميدمة عفوا. كاينة اللي كتكون دهنية وهي ناشفة. فهمتي كتكون حرشة شوية وخا فيها الثقاب وخا فيها تتخرج هذا تتكون شوية ناشفة وحرشة، باش ترطا كندير ديك المعلقة ديال الحامض داك الشوكولاتة دايب مع داك الزويت تنخلطوهم بثلاثة تخلطو تعطيو ماسك مزيان بزاف للبشرة. وكاين ماسك آخر كنعملو 2 معالق ديال الطحين ديال الروز، وجوج معالق طحين الرز يكون مطحون مزيان مني إلى رطب. نعم. وجوج معالق صغير ورين تنهضرو، وجوج معالق ديال الكاكاو غبرا داك اللي بلا سكر. وجوج معالق ديال الزيت، إما زيت الكوكو إما زيت ديال اللوز إما اللي موجود عند السيدات، كلهم زيت مزيانة فيها الفيتامين أ. نعم. تنخلطوهم، ترجعو بحال الكريمة. حنا اللي كنتحكمو في الماسك لما تنخلطو كنعرفوش نكثرو الزيت ولا نقللوها ولا بيخلي مخصش غير لما ندهنو الماسك على وجهنا بيتقاطر، خصو يكون كريم اللي تيلصق على الوجه مزيان بحال الكريمات اللي تنشريو اللي كنشريو على وجهنا كتبقى. يعني في 2 معالق ديال الدقيق ديال الرز، الرز مطحون وبرا، جوج معالق ديال الكاكاو بدون سكر المر، وجوج معالق ديال الزيت. يعني اي نوع ديال الزيت، ومن الافضل اننا نختاروا الزيوت اللي ديما تتنصحينا بها البشره، اللوز الارغان الزنجلان. نعم تعملها هكذا بحال هكا وتنخلط مزيان تحطو على وجهنا 30 دقيقه لان هذا ماسك تيخصو مده يبقى على الوجه مزيان بزاف. ولما نحيدو طبعا توصلوا الوجه كما تنقول دائما نديرو سميتو كريم مرطب. هذا الماسك هذا تيبقى ويمكننا نديرو واحد الكونتيتي كبيره وتنخليوه في قريعه كل مره تنديرو منه. نعم. كنا نديرو الدوبل ديالو باش نديرو 2 مرات في الاسبوع لانه ما تيخسرش ما فيه حتى ماده كتخسر. كنعملو 2 مرات في الاسبوع. هذا ماسك سهل جدا يعني. سهل وصايي نحتفظو به. حتى الناس اللي عندهم الحساسيات ممكن مريكا البشرة الحساسة؟ لا هذا مزيان البشرة الحساسة ما تيدير لها حتى حاجة، بالعكس
اللي بغيت نثير الانتباه هو الشعر كذلك. الشعر كذلك راه تيتضرر في الصيف. نعم. او حتى نخصوا له الاسبوع ديالو ان شاء الله. نعم. عليه طويله على الشعر. نعم. هو يتهرس وتيخسر نعم يعني لا كان ممكن نعطيو نصيحه واحده للشعر للسيدات بيد ما يوصل الاسبوع الجاي ان شاء الله باش نتحدثوا عليه. يعني اكيد يمكن الحمامات ديال الزيت مزيانه من بعد الصيف مالك. حمام زيت دائما قبل من اي شامبوان حمام زيت. مره حمام زيت مره واحد الماسك اللي هو عجيب واللي هو تيخلي الشعر رطب وبراق وهو ديال الاصفر بيضاء. هذا على الاقل هذا تيرمم دغيا الاصفر بيضاء. جوج معالق ديال الزيت اي زيت دائما تنقولها هاد الزيوت كلهم مزيانين للشعر وخصوصا زيت ارغان لانه يضغط بزاف الشعر تيرجعلو تيبان دغيا على الشعر. المهم اللي ما عندها شيء تدير اي زيت بلديه يعني الزيتون او ديال الدوز او اي زيت. المهم جوج معالق ديال الزيت وجوج معالق ديال الخل. اللي ما عندهاش خل تفاح دير الخل العادي. نعم. فقط وتخلطوا الزيت والخل والاصفر بيضاء. هذا احسن ماسك من قديم الزمان. نعم. الناس كانوا يصابوا شعرهم غير بهذا الماسك. هذا دابا في انتظار اننا ان شاء الله الاسبوع المقبل ان شاء الله الاسبوع المقبل غنعطيو ونفرق ما بين كل شعر. كاين شعر من انواع الشعر وكاين شعر الحرش وكاين. نعم شكرا جزيلا ماريكا. غدا ان شاء الله اسئله المستمعين والمستمعات اللي عندهم شي اي تساؤل. شكرا تبقي على خير.